السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب دويرة حيث أن فيه آخر صور لهذا الملعب، واللي تظهر أنه الأشغال تاع الكراسي وتاع وضع الأرضية قد تمت. وللعلم أحيطكم علما بأنه سوف يوضع العشب الطبيعي كما ملعب براقي وكذلك ملعب تيزي وزو. إذن سوف يكون ملعب عشب طبيعي، وسوف توضع النظام نتاع معالجة الأرضية تاع العشب الطبيعي في الملعب بالمعالجة بلا فوتوسينتاز، معالجة ضوئية. نفس الشيء، نفس النظام الذي تم وضعه في ملعب براقي. إذن هذه هي آخر ما لدي من معلومات عن هذا الملعب. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.